كأنه غيرت رأيك بموضوع البطولة ما هيك؟ لا وانتي؟ لا أنا لساتني بآمن فيه، بس بآمن إنه التكلم تأثيره أكبر، يعني برأيي ما في داعي حدا يضحي بحاله من شان يحل شي مشكلة. طالما بتأمني بالتكلم لهالدرجة جاوبيني. ولد عمره 7 سنين بيغني أوبرا وكان في خراج بالبلعوم، كيف رح ننقذ الصوت؟ الله يسامحك أستاذ تامر يلماز، العصب العلوي للبلعوم قريب كتير للمقطع الخارجي. وقتها شفنا ندبة بالبلعوم، أصلاً دكتور الأطفال عطاه مضاد حيوي ونحنا نظفنا الخراج، بس أمه ما كانت موافقة على العملية أبداً. يلا علي طالع المثبتات. طيب ليش أصرينا على العملية ناسلة؟ لأنه احتمال انتكاسه عالي كتير. النسبة؟ 90 91 ماني متذكرة منيح. 90 93. تأمن جريان الدم للجريف. تمام مننتقل للصدري، افتحوا شوي شوي. نجحت بالامتحان أستاذ؟ الضغط عم ينزل والنبض عم يرتفع. أستاذ شو نعمل؟ بلشوا بالإنفزيون فوراً، يلا بسرعة شوي. علي استعجلوا، علي شوف إذا في نزيف، شوفوا غاز الدم وحتين من أيروفروسيت فوراً. ما في نزيف أستاذ، عطوه أكتر. يلا بسرعة هاتوا الدكتور، يلا بسرعة دكتور، يلا نازلي نازلي تفقدي كل الأوردة اللي اشتغلنا عليها إذا في تكسر، بسرعة بسرعة. تمام لحظة أستاذ، في تخسر. راح نحط المثبتات، راح نرجع نحطهم بسرعة. خدي هاي. راح ننتقل للكاروتود. يلا بسرعة أشلي هاتي لشوف. راح أشفط التخسر. علي امسك. يلا لشوف. يلا خد هاي، يلا خدها. ايه خدها، مشي الحال. تمام اشلي خدي. شو الوضع؟ عم ينزل استاذ. وضع المريض مستقر. تمام خلونا نرجع للصدري ونفتحه شوي شوي. تمام أستاذ. إيه أشلي؟ قبل ما يصير هذا الشيء كنا عم نحكي أنا ونازلي مشان موضوع الامتحان، وأنا كنت بدي أسألك، يعني طبعاً أنا ما عم بتدخل. أنا بعتذر، لا تواخذني أستاذ، عن جد أنا آسفة كتير. يمكن عن جد رح تتغير حياة السيد جمال، ويمكن عن جد لازم نآمن بالأبطال، بس بالحالتين التكلم أحسن. نجحتي بالامتحان نصلي. الحمد لله وضعك منيح، يعني لما بيروح الانتفاخ أكيد رح يكون أحسن. قول أي شيء. في شغلات كتير ما لازم تستناها، فكك بده وقت لحتى يتعافى.
بس طبعا ابدا ما في مانع انك تجرب، مو هيك علي؟ مرحبا. دورت بكل المشافي لحتى لقيتك. عفوا، مين حضرتك؟ البنت اللي بالمترو. الحمد لله على سلامتك كمان. شكرا لك. انا سمرة. الحمد لله على سلامتك. صدقني انا كثير متضايقه لانه صار معك هالشي. انا مو متضايقه ابدا. طيب نحن هلا طالعين لحتى تتعرفوا على بعض براحتكم، والحمد لله على سلامتكم. دكتور تفضل. شكرا. هذا واجبي. انت ليش ساعدتني؟ ليش انقذتني من هداك الزلمة؟ انا اصلا ما بعرفك، حتى ما شفت وشك، وهلأ شفته. بتمنى ما تكون اندمت. كنت رح ساعدك على حالتين، بس عملت هيك من شاني. عن جد انا بستاهل؟ طبعا. ولحتى تعطيني رقم تليفونك مستعد اني اروح الخد التاني كمان. دورتوا بكل المشفى؟ طبعا. طيب رح نضل ندور، وانتو خليكن عم تشوفوا كاميرات المراقبة. تمام. وإذا صار شي خبرونا فورا، ماشي؟ ايه أكيد رح نلاقيها، أكيد هي قريبة من هون. غونيش غونيش، في شي خبر عن بيتوش؟ لا ما في شي بنوب، دورنا بكل مكان بس ما لقيناها. عم نستنى خبر من الشرطة. إذا عرفت شي ممكن تخبرني؟ طبعا رح خبرك. موافقين. شكرا. الشرطة رح تجي لهون بعد شوي، رح يدوروا عليها، ولما بيجوا على الطابق كمان. الو مرحبا غونيش، في شي خبر عن بيتوش؟ لا تمام. طيب غونيش، انت رح تخبرني فورا اذا صار معك اي شي، ما هيك؟ تمام.
عندي فكرة حلوة، أنت فاضي ما هيك؟ شو عم بتساوي؟ ولا شي، مزعوج شوي. خلينا نروح ندور على بيتوش، يعني نحن مو بالشغل هلأ وفينا نطلع، منقدر نعمل شو ما بدنا. صحيح، هاي فكرة حلوة، عن جد حلوة كتير. صحيح، وين رح ندور؟ ليك تفرج هون، سجلت كل الشغلات يلي حكينا عنها، يعني خلينا نمسك طرف الخيط. انت فكر علي، يمكن تحلها. ايه طبعا ممكن حلها. ايه مثلا هي بتحب الهمبرجر. لا الهمبرجر لا، خدي ما بصير ابدا، لانه امعاء مريضه والهمبرجر ما بيفيدها ابدا. بس عم قلك شو بتحب. طيب خلينا نطلع هلا وعلى الطريق منحكي. تمام. نازلي ليش وقفتي؟ بيتوش؟ بردت كتير يا بيتوش، هالشي مو منيح ابدا. ليكي رح حط هاي تحت رجليك تمام؟ ورح اغطيكي بهاد، هيك رح تدفي منيح. ايه انت ما لازم تمرضي لانه عندك عمليه، انا رح اعمل لك الزهورات فورا. ايه علي معلش ما تقول لحدا اني هون، خليني ضل عندك اليوم. اه بس اختك قلقانه عليكي. بعرف اختي بتعمل كل شي مشاني، وحتى انها رح تموت كرمالي. يعني انت هربتي لهذا السبب؟ اختي اللي رح تعطيني امعاء كأنه ما بكفي اني عم اذي حالي، وراح اذي اختي كمان. لا تقولي هيك، بكفي بقى خلوني موت، بترجاكم خليني موت وارتاح. لا تقولي هيك، ما بصير، لازم تعيشي، انت لساتك صغيرة. واختي كمان بقى لازم تعيش. انتي زعلانة على أختك مو هيك يا بيتوش؟ طيب أنا حقلك سر، أخي أنا أخي أنا ما تمشاني، بعرف شعوري مو سهل بنوم، تذكرت شو صار وقتها وفكرت كتير بهداك اليوم، يا ريت ما رحت لهنيك. وقلت لحالي يا ريت ما صار شي لأخي، قلت يا ريته عايش وما بدي أي حدا يلعب معي أبدا، وقلت يا ريت لو أنا متت بداله، ولو هو ضل عايش. ليش مات أخي؟ ليش هو مات وكل هالعالم عايشة؟ لقيت جواب ليش؟ في ناس كتير بيجوا على هاي الدنيا لحتى يكونوا دواء لنا، هيك بيقول الأستاذ عادل. الشيء اللي بقدر أعمله إني أحمد الله لأني عرفت شخص مثله، هذا اللي بقدر أعمله، بشكر الله كل يوم
كل يوم بحاول اني خليه فخور فيني على طول. اذا عملتي هيك ما بقى في داعي انك تبكي. انتي يلي لمستيني مو انا. هون ايه والله استاذ كانت قدام الباب. شو لقوا؟ ايه لقوا، هي ببيت علي هلا. الحمد لله يا رب. هي منيحة؟ كيف وضع منيح؟ لا تقلق، عم نهتم فيها، وحتى رح خليهم يجيبوا أدويتها من المشفى هلا. بنتي ليش لحتى يجيبوا أدويتها من المشفى؟ خلص جيبوها وتعالوا لهون. ليش هيك عم تعملوا؟ مين هاد؟ مين الأستاذ عادل؟ أهلا، ناخدها على المشفى فورا. أنا بحكي معه. ألو أستاذ عادل؟ إيه علي. بلا ما ناخدها تمام؟ بيتوش نامت عندي بلا ما ناخدها اليوم. إيه أستاذ، أنا بهتم ببيتوش وبدير بالي عليها. لا تأكل هم بالمرة أنت، أنا رح أكون مثل أخوها تماما. ماني دكتورة. مثل ما أخي عمل معي رح يكون فخور فيني. خليها تضل ببيتي اليوم، لا تاخدوها. أستاذ عادل، شو هالكلام اللي عم تقوله أنت؟ طيب ماشي، خلي بيتوش تضل عندك هاي الليلة. هي أماني عندك تمام؟ ودير بالك عليها. أنا رح أتصل بفرمان وخبره. لا تاكل هم، يلا تصبح على خير. تتلاقي الخير. لا تقلقي أبدا، أختك بأيدي أمينة. أنا بتشكرك كتير. أكلتها كلها، قديش حلو هذا الشيء نازلي. شو عم تساوي نازلي؟ مثل مو شايف عم بجلي الصحون. بس هيك في هدر مي كتير، ما بصير. أول شي نطفيها بالمعلقة وبعدين حطيها بالجلاية. إذا قلنا إنك عم تجلي الصحون مرة كل 3 أيام فهالشي بيساوي 6935 لتر مي بالسنة. عن جد عم نصرف كل هي المي؟ إيه طبعاً. ما كنت بعرف هالموضوع، بس بوعدك إني رح انتبه بعد هلأ. ما رح أغسلهم بالمي أبداً. ممتاز، يلا لشوف، اعملي مثل ما قلت لك. ايه ممتاز، ايه حطيهم تمام. شايفه؟ ايه هيك نطفيه بشكل منيح نازلي، لا تتركي شيء عليه ابدا، كل شيء ايمي. تمام. أنا رح ضل جنبها. بعرف. شكراً إلك نازلي. كنتي رايحة للدوري عليها، لو ما أجت لحالها كانت مصيبة. ما كنتي حتى تركيها. مو أنا، هي يلي ما رح تتركك. نحن منعرفها من وقت كانت صغيرة، بس أجت لعندك. معناتها في أشخاص بيحبوني. الكل بيحبوك علي. كل العالم بيحبوك.
تصبح على خير. هو أنت بخير؟ سمعتي مو هيك؟ قال الكل بيحبوني. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخبارات لتكون أول من يشاهدها.